مشاهدينا اهلا بيكم معانا في صباح النور. والنهارده الحقيقه في اخر محطات لينا في هذا اليوم هيكون محطتنا عن الدنيا فيها ايه، اللي بنقرا فيها اهم ما ورد في صحف اليوم من اخبار محليه عالميه. الحقيقه الملفات المحليه بنهتم بيها اكثر لان هي دي اللي بتشغل الشارع المصري او الشارع السياسي بشكل عام. سعيدني وشرفني يكون معايا ضيفه فقرتي النهارده استاذ سميه عبد المنعم الكاتبه الصحفيه بجريده الوفد. اهلا بحضرتك معانا استاذ سميه، مشرفانا جدا طبعا، وعندنا الكثير من الملفات اللي دايما مفتوحه. في حاجات منهم جديده انطرحت وايضا الحاجات المفتوحه اللي بقى لها فترات برضو عايزين نعرف ايه التطورات فيها، ايه اللي بيحصل على الارض حتى الان. خليني ابتدي مع حضرتك النهارده باول خبر، وهو اللي بيشغل الشكل دايما او المسرح السياسي، هو المصري اليوم وعن البنك الدولي والذي يشير بالاصلاح. يقول كده الخبر: البنك الدولي يشير بالاصلاح الاقتصادي مثال يحتذى به. صحر طبعا السيده سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي، مبادره الرئيس الاستثمارات في العنصر البشري نقله نوعيه. هذا هو الخبر. وعن الاصلاح الاقتصادي بشكل عام في مصر، عايزين حضرتك تكلمني عن هذا الملف. هو ده الحقيقه الملف اللي بيشغل الكثير من الناس، هل احنا في اصلاح ولا لا ده كلام شكلي او في بالونه محيطه ان الدنيا بتتطور لكن احنا ما فيش اصلاح ولا في احساس حقيقي على الارض؟ تمام. هو في الحقيقه احنا اثرنا الموضوع ده اكتر من مره وقلنا ان ملف الاقتصاد او الاصلاح الاقتصادي في مصر هو فعلا تم التطوير فيه، لكن بشكل لم يلمسه الشارع حتى الان. يعني تم تطوير في قوانين رأس المال وقوانين العمل وما إلى ذلك، واحتياط النقدي وما إلى ذلك، بس للأسف الشديد ما زالت الأسعار وديت النار اللي بيكتوي بيها المواطن العادي، واللي من حقه طبعا ان هو عن طريقها ما يحسش باي اصلاح اقتصادي بالظبط او اي تطور، ده طبيعي. بس زي ما بنقول ان الارقام، احنا لينا الارقام بتقول ان في اصلاح اقتصادي، بس الشارع للاسف من حقه ان هو يصرخ ويقول ان انا مش حاسس باي حاجه، لان الواقع هو يعني افضل دليل. بالنسبه للاستثمار، النقطه السيده على معلش قاطع كلام حضرتك، بس مهم برضو نعرف، حتى لان الكثير حتى بيقولوا عن الارقام ان هي مش دايما بتدي شكل ايجابي، حتى الميزانيات العامه وحتى المشكله ان الارقام زي ما بنقول هي بعيده عن ما يلمسه المواطن. يعني المواطن له هو عايش ازاي؟ صحيح. انا قادر اعيش ودخلي بيكفيني ولا لا؟ لو ده ما بيحصلش فطبيعي جدا انه يقول ما فيش اصلاح اقتصادي، وده حقه طبعا. صحيح. تمام. انا بس عايزه اتكلم عن مبادره الاستثمار في العنصر البشري، والنقطه دي مهمه جدا. مصر تعتبر من اولى الدول اللي انضمت لمبادره البنك الدولي في الاستثمار في العنصر البشري، وعليها تم دعم مصر دعم ملفي التعليم والصحه بمبلغ كبير من مليارات الدولارات. يعني ايه الاول استثمار في العنصر البشري؟ احنا عندنا طبعا زياده سكانيه مهوله، واحنا من اولى الدول اللي لازم تهتم بالاستثمار في العنصر البشري. الاستثمار في العنصر البشري معناها ان انا انهض بالمواطن من كل الجوانب، الصحة والتعليم، توفير الغذاء الآمن، توفير فرص العمل وما الى ذلك. وبالمناسبة النهاردة في منتدى هيبتدي في طنطا اسمه منتدى توظيف برعاية محافظ طنطا، هيتم فيها توفير أكتر من 1000 فرصة عمل للشباب بحد أدنى 1500 جنيه شهريا. طبعا الشباب إناث وذكور، مش شباب بس. فعايزين نقول أن فكرة الاستثمار في العنصر البشري هنا في مصر هي مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة لبلد تعدى 100 مليون نسمة للأسف. مظبوط، بشكرك لأن فعلا حاجة احنا مش قادرين نحسها في دول تانية بيستوردوا الأيدي العاملة والقوى البشرية. احنا مش عارفين نوظف الزيادة السكانية اللي عندنا، أو على الأقل نكبرهم ونديهم التعليم المناسب فيقدروا يروحوا ويناسبوا سوق العمل، نزود مهاراتهم، يعني نزود مهاراتهم في مجالاتهم. بشكرك جدا. طيب طبعا هذا الملف واسع جدا وكبير جدا ومتفرع جدا، فلو اتكلمنا عنه ممكن ناخد الحلقة بأكملها، بس خلينا نقول زي ما بنقول كده قشور أو فكرة عامة عن هذا الملف. خبرنا التاني النهاردة هيكون عن
سيناء أو التحدي العام من الإرهاب والتخلص من هذه الأيادي الموجودة في البلاد. خبرنا الثاني جريدة الأهرام بيقول حديث الصراحة ورسائل القوة، السيسي يتحدى الإرهاب في شمال سيناء، قراءة في خطاب الرئيس بالندوة التثقيفية بقوات مسلحة، إذا كان الجيش فعلها وانتصر في 73 فإنه نستطيع النصر في كل مرة. بشكل عام ايه هو التطورات في يعني هذا الملف؟ في نقطة لا بعيدا عن التطورات، في نقطة مهمة جدا في كلام الرئيس هنا أثارت انتباهي، انه عمل مقارنة ما بين حربنا في 73 وما بين حربنا دلوقتي على الإرهاب، وفي الحقيقة المقارنة دي مهمة قوي. عايز يقول ان حربنا دلوقتي على الإرهاب لا تقل خطورة، ممكن تكون أكثر خطورة من حربنا على العدو الإسرائيلي، بل بالعكس أنت في 73 كان عدوك واضح قدامك وإمكانياته واضحة وبتقدر أن أنت على أساسها، ولبسه مختلف برضو الكلمة دي مهمة، وفكرة أن هو شكله مختلف، شكله بزيه بشكل وكل لكن حاجة، لكن دلوقتي العدو بيتخفى بين الأبرياء، هو داخل إحنا ما نعرفش، ممكن يكون في بيتي، ممكن يكون في بيت جاري، ممكن يكون في منطقتي، أنا مش قادر مقدرش أفرقه بسهولة. بالظبط كده، وهي من هنا بتنبع الخطورة للأسف شديد. فالمقارنة كانت مهمة جدا بصراحة ولفتت انتباهي. طيب وبرضو حضرتك تقول لنا سريعا كده ايه تطور هذا الملف، يعني بقى لنا يمكن سنين او من اول ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جلس على كرسي الرئاسة زي ما بنقول، وهو كان هذا الملف يتصدر فكره طبعا وسياسة. شغالين دلوقتي في عملية سيناء بتتطور بشكل متلاحق، يمكن تكون الأخبار شوية فيها تعتيم إلى حد ما، بس طبعا ده دي حاجة متوقعة، حاجة صحيحة متوقعة، وفكرة إن احنا نتكلم عنها يعني ممكن يكون بشكل ضيق شوية. نعم احنا بنتكلم طبعا بشكل عام، طبعا التفاصيل ممكن يكون بعض الأخبار مصرح إن هي تعلن في بعضها، لا طبعا وطبعا ده طبيعي. طيب خبرنا الثالث النهارده هيكون عن اليوم السابع، وهنا بنتكلم برضو عن الميزانيات والوزارات بشكل منفصل، كل وزاره وكل ميزانيه رايحه لفين. الخبر الثالث من جريده اليوم السابع بيتكلم عن 100 مليون، كيف يعيش المصريون في زياده مع الزياده السكانيه؟ 125 مليار جنيه لدعم الوقود، 130 مليار لبناء مدارس، 600 مليار للتامين الصحي، و 84 مليار للخبز والتموين فقط، و 180 مليار لتوفير المساكن. طبعا ارقام تخض، ارقام كبيره وصغيره واحنا مش فاهمينها قوي، مش عارفين الى اي مدى الرقم ده يعتبر كبير وصغير من الميزانيات، برضو ان الحاجات دي مش معروفه او مش متدارج او نسبه على الاقل للمواطن اللي عايز غير المتخصص برضو. هي الفكره بس ان احنا عندنا الانفجار السكاني من يعني من ابشع المشكلات اللي ممكن تواجهها دوله زي مصر، هي فطور التنميه وبنحاول ان احنا نخرج من عنق الزجاجه زي ما بيقول. طبعا الزياده السكانيه معنى ان انت وصلت 100 مليون، ده اللي موجود في بلدك، وفي 10 مليون خارج مصر، يعني 110 مليون نسمه، ده رقم مهول جدا لدوله بتحاول انها تخرج من عنق الزجاجه. هذا الرقم الموجود في داخل البلاد ولا بشكل عام ده الرقم الموجود كان مسجل؟ من فتره كان 104 بما فيهم اللي بره، دلوقتي اصبحنا 100 داخل مصر وفي 10 اللي هم العاملين بالخارج او المقيمين بالخارج. طبعا الزياده السكانيه بتهدد كل مجالات الحياه، بتؤدي الى بطاله، بتؤدي الى فقر، بتؤدي الى جهل، عدم توازن ما بين التنميه الاقتصاديه وما بين الارتفاع بمستوى المعيشه، انت مش هتقدر توازن، مش هتقدر ان انت توفر فرص عمل لكل الخريجين، فهي قنبله موقوته نتمنى ان احنا نقدر نحلها، وطبعا ده بيتم حلها مش بس عن طريق الدوله، لا الدوله وكل فرد. يعني من الحاجات اللي يمكن قلنا فيها دعم زي 125 مليار ثقافه، معلش ما عندناش ثقافه القدره على توظيف الثروه البشريه اللي عندنا زي الصين مثلا والهند، قدروا ان هم يعني صحيح. يعني عددهم بالملايين بالمليارات وقدروا ان هم يوظفوا الثروه البشريه بتاعتهم ويبقوا من اولى الدول صناعيا، احنا ما عندناش القدره للاسف على ده. بشكرك، بس انا برضو من الحاجات اللي فيها ارقام زي ما حضرتك ذكرتي قلتي، يعني يمكن تخضع اكتر المتخصصين، الناس المواطن البسيط ما يعرفش او ما يفهمش عن فكره المليارات لدعم يعني ملفات او ميزانيات معينه زي دعم الوقود 125 مليار مثلا، ده رقم يعني من اكبر الارقام اللي عندنا،
او من الارقام الكبيره يعني. الفكره هو الرقم كبير بس رايح لقد ايه بقى؟ هل هو دعم الوقود اللي موجود؟ لان النهارده ما يقول لك احنا النهارده ما فيش دعم على الوقود، فالمواطن ما يسمع حاجه زي كده ما يفهمش. احنا النهارده رفعنا الدعم تقريبا على الوقود والناس بتحط بنزين السيارات بارقام كبيره وهم شايفين رقم كبير. هل كل ده معناه ان مفيش دعم؟ لا، هو في دعم بس دعم اصبح بسيط جدا. يعني في يعني دعم في دعم لكن نسبته بسيطه. طيب خبرنا الرابع النهارده هيكون عن ما تتداوله الصحف الاخرى ايضا على مصر. خبرنا الرابع من جريده اليوم اخبار اليوم، الرئيس في حديث لصحيفه كويتيه لن يكون الاخوان اي دور في مصر ما دمت موجودا. طبعا ده تصريح من سياده الرئيس لصحيفه المشهد الكويتيه. تعليق حضرتك لهذا القرار؟ طبعا هو الرئيس السيسي هنا بيتكلم عن الدور السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم لن يكون لهم أي دور سياسي ملموس في البلد. التصريح ده من التصريحات القوية جدا، لأول مرة رئيس يبقى له تصريح قوي بالشكل ده ضد الإخوان. طبعا له تصريحات كتير بس التصريح ده من أقوى التصريحات لأنه بينفي تماما ما تم تداوله في الفترة الماضية من أن هيبقى فيه نوع من أنواع المصالحة مع الإخوان وأن هم هيتصدروا مرة ثانية المشهد السياسي. طبعا التصريح ده نتيجة لما لقيناه في عام، يعني عام واحد بس من حكم الإخوان وشفنا إيه اللي حصل للبلد، فما بالك إذا عاد الإخوان مرة أخرى. طيب خلينا ناخد برضو الخبر اللي جاي وهو خبر عن الشارع اللي احنا موجودين فيه. الحقيقة عندنا أزمات كثيرة في الشارع، منها أزمة أو البعض بيشوفوها أزمة الكلاب أو كلاب الضالة. خلينا نشوف في جريدة المصري اليوم صفحتها الثالثة تقول عن مجزرة كلاب في المعادي والأهالي نائب يقود حملة لقتلهم بالسم. الشريف اجتمعت مع منظمات الرفق بالحيوان بعد غضب الناشطين لوضع أسس علمية في التعامل مع الكلاب الضالة في المستقبل. في الحقيقة يعني طبعا أزمة الشارع المصري من سنين طويلة، يمكن في الفترة الأخيرة الأزمة ديت وضحت للعيان لتداول السوشيال ميديا المشاكل اللي بتحصل وعقر أطفال وطلاب. يعني حتى في المعادي في طالبين دلوقتي لسه موجودين في المستشفى بسبب عقر كلاب ليهم، غير مجموعة من الإصابات. وعليه النائب جمال الشريف اللي هو عن دائرة المعادي تضامن وقدر أنه يعني يستصدر قرار من مديرية الطب البيطري بالقضاء على هؤلاء، على هذه الكلاب عن طريق عقار أو سم. المشكلة مش في كده، طبعا هي المشكلة ذات شقين، شق إنساني دي أول حاجة طبعا، وجمعيات الرفق في الحيوان يعني. طبيعي إن ما ينفعش التعامل مع هذه الكائنات بهذا الشكل العنيف. تاني حاجة شق اجتماعي، للأسف السم اللي تم استخدامه بيستمر في مكانه لمدة 4 شهور. لو طفل بيلعب، يعني لو في بقايا له في الأرض، ممكن طفل بيلعب في الشارع أو طفل ماشي في الشارع وعلق بيه أو بإيديه أو الكلام ده ممكن يؤدي إلى قتله، فدي كارثة أخرى. احنا محتاجين هنا في مصر أسس فعلا علمية وطرق علمية وإنسانية للتعامل مع الكلاب الضالة والقطط الضالة، بحيث ان احنا نتلافى خطرها على الإنسان وفي نفس الوقت يبقى الأمر بشكل أكثر إنسانية وليس بهذا العنف. طب ايه الحل الاخر؟ يعني هل مثلا بالتالي كان في وقت برضو كان بيموتوهم سواء بطلقات او ما الى ذلك، هل ده مثلا ممكن يبقى استخدام انسب ولا الانسب ان هم يلموهم ويبتدوا يديهم تطعيمات وكده عشان ما يكونوش هم يعني يجمعوهم ويطعموهم؟ هو صحيح العدد كبير جدا بس مديريه الطب البيطري في كل المحافظات لو قدرت انها تعمل حمله مكبره لتطعيم الكلاب والقطط الضاله هتقدر انها على الاقل تستوعب ولو نسبه كبيره منهم فتقضي على خطرها بشكل فعلا هو كبير. في بعض المناطق هم مخيفين للعابرين، يعني يمكن كذا منطقة الواحد يعني بيشوف فيها الناس تبقى خايفة من بعض الكلاب. صحيح. وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقولي الجمعيات الرفق بالحيوان هم عندهم كل الحق ان هم يقولوا ان الكلاب دول مش طبيعي ان احنا المفروض نموتهم او نسيبهم او ما الى ذلك. كائنات في الاول وفي الاخر يعني وارواح زي ما بيقولوا، فازاي نحد من حتى عملية ان هم يتكاثروا بهذا الشكل؟ هو زي ما حضرتك قلت كده زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، ان مديرية الطب البيطري في كل المحافظات تقدر انها تطعمهم بشكل صحي على الاقل ما يبقاش ليهم خطر على الاطفال والانسان. تمام.
طيب خبرنا السادس النهاردة عن المصري اليوم هو عن الشتاء، داخلين على وقت الشتاء وتجهيزات الشتاء. الشتاء طلع جه بدري قوي، فاصل محيكي فكرة هجوم المفاجئ للشتاء، ودايما الأمطار بتبقى بتعمل مشكلة في بلادنا، أمطار رعدية تفاجئ المحافظات وتتسبب في غرق الشوارع، وزي ما شايفين هنا في صورة في الصفحة الأولى في المصري اليوم عن هذا الهجوم، دمياط شوارع غرقانة، العربيات مش عارفة تتحرك وممكن العربيات تقف في هذا. احنا بقالنا دلوقتي حوالي 3 أيام أو يومين داخلين في موجة شتاء مفاجأة على المدن الساحلية. مش مفاجأة أكيد، يعني متوقعة. لا هي السنة دي جت بدري، وبعدين احنا السنة دي في توقعات لأن الشتاء هيبقى أشد من الشتاء الماضي. فبس هي الفكرة، أنا أتمنى من كل المحافظين هم عندهم استعدادات كاملة بقى السنة دي، ما ندخلش في موجة زي السنة اللي فاتت من المشاكل اللي حصلت مثلا في اسكندرية وفي الإسماعيلية على وجه التحديد، من غرق العربيات ومن كهرباء الشوارع. نتمنى بس أن يبقى في صيانة كاملة السنة دي لشبكات الصرف في الشوارع، بحيث أنها تقدر تستوعب هطول الأمطار اللي بتهطل في المدن الساحلية أكثر من القاهرة وغيرها. إيه الاستعدادات عامة اللي بتتعمل في الدول من رأي حضرتك لازم تكون؟ أولا طبعا زي ما قلت، هي صيانة الشبكة، شبكة الصرف اللي موجودة في الشوارع، صيانة كل أنواع البلوعات اللي موجودة في الشوارع، بحيث أنها تستوعب أي هطول زائد للأمطار وأي نسب غير متوقعة. ده المفترض أنه يحصل، يعني إحنا منتظرين أهو نشوف ربنا يصبح. هل في التخطيط من البداية المفروض يكون برضو حاجات بتتاخد طبعا دي بنية تحتية، يعني ألف به مدينة ساحلية أن يبقى في شبكة صرف اللي في الشوارع مختلفة عن حتى شبكة الصرف اللي موجودة العادية في المدن العادية. تمام. طيب خبرنا الآخر أيضا عن أخبار اليوم وعن القمة الروسية المتوقعة في الأيام القليلة القادمة. قمة مصرية روسية في سوتشي، القاهرة موسكو تتويج 75 عاما من الصداقة، قمة مصرية روسية خلال أيام. وهو ده الحقيقة عن هذا الخبر في العلاقات المصرية الروسية. حضرتك تقول لنا عن بدايات هذه العلاقات، والنهارده كان في 75 عام، 75 عام عن ايه بالظبط؟ في البداية احنا عايزين نقول ان سوتشي هي من المدن اللي استقبلت تاني قمة مصرية سورية، كانت اول قمة في 2014. تمام، فدي تعتبر تاني قمة في هذه المدينة. العلاقات المصرية الروسية ما هياش بترجع ل 75 سنة فائتة فقط، لا دي زي ما نقول بتضرب في جذور التاريخ، بداية نقول بقى من القرن ال 15 ونزوح الرحالة الروس إلى مصر واستكشافهم لبعض المناطق وحديثهم بعد كده في كتب ليهم بعد ما عادوا. بعد كده في القرن 19 ابتدى التبادل التجاري ما بين مصر وسوريا وروسيا، احنا كنا بنصدر لهم القطن وهم بيصدروا لنا الأخشاب ومنتجاته. طبعا في العصر الحديث وأيام عبد الناصر أصبح هناك دعم من روسيا لكثير من المشاريع القومية زي السد العالي وزي مصانع الحديد والصلب في حلوان. طبعا في الفترة الأخيرة وخصوصا في عهد الرئيس السيسي لاحظنا التعاون العسكري والتقني ما بين دولة مصر وروسيا، دولتي مصر وروسيا. فطبعا هذه العلاقة يعني تمد بجذورها وممتدة، أتمنى بس أن يبقى في تعاون أكبر من هذا في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب. إحنا زي ما رئيس السيسي قال إحنا بنحارب الإرهاب لوحدنا، صحيح. إحنا محتاجين بقى حد يدعمنا في محاربة الإرهاب، يعني يساعدنا شوي، يشيل عننا شوي. طيب خبرنا الآخر هيكون حقيقة برضو عن الشوارع، زي ما اتكلمنا عن الكلاب لازم نجيب سيرة القمامة، لأن شوارع القاهرة هي ثنائية. ثنائية صحيح. اهتمام بالشارع بشكل عام ونظافة الشارع هيكون فيها بتهيألي ملفات كلها زي القمامة والكلاب، يمكن الموضوع دلوقتي بقى مطروح بشكل قوي وقاسي، وده مهم يعني جدا ان احنا نطرحه بهذه القسوة. الخبر عن جريدة الأهرام صفحتها الرابعة، شوارع بلا قمامة، خطط المحافظين ومصانع لتدوير المخلفات ومسابقات لأجمل مدينة. أنا شايف أن كلمة مسابقات لأجمل مدينة دي برضو هتبقى يعني مهمة. أن إحنا كشعب إحنا بنحب الحاجات دي. ممكن يبقى ليها بنحب الأسلوب ده في التعامل قوي. ممكن يبقى ليها فعلا. هي الفكرة أن الرئيس السيسي كان له تكليفات من فترة للمحافظين الجدد، هي كانت 10 تكليفات بضرورة إزالة القمامة من الشوارع والمحافظات، وإزالة كمان مقالب القمامة اللي هي اللي بتمتلئ بالقمامة، يعني إن
يبقى في استراتيجية مختلفة أو شكل مختلف لجمع القمامة. في دلوقتي أصبح في خطط لبعض المحافظين زي محافظة كفر الشيخ ومحافظة بني سويف وأسيوط كمان. في الحقيقة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ كان له مبادرة حلوة قوي برضو مختلفة، حدد إن نقاط للتقييم على أساسها بيتم التعامل مع المسؤول، هل سيبقى في مقعده أم يتم إقالته يعني أم يرحل. طبعا هي فكرة غريبة، هي فكرة غريبة ممكن تكون مستساغة يعني كأنها بتجني ثمار بعد كده ممكن تجيب نتائج، بس أتمنى أن الأسلوب ده ما يبقاش متبع. يعني أتمنى أن المسؤولين هم بنفسهم مش محتاجين وسائل الثواب والعقاب عشان خاطر يعني تشوف شغلك زي ما بيقولوا. بس سمية برضو موضوع القمامة ده يعني قتلناه بحثا يعني زي ما بيقول، لان كتير وقت قلنا شركات مش عارف فرنسيه وشركات مش عارف منين وشركات وكله فشل وكله فشل. ما بنفهمش بقى فشل ولا ما هي فشلش هي 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 منظومه ايه هي الازمه في حاجه مشكله في التنظيم تمام وثقافه شعب. يعني احنا للاسف الشديد في بيننا ناس كتير، انا مش عايزه اقول معظم الشعب بس في مننا ناس كتير خصوصا في المناطق العشوائيه ما عندهمش ثقافه النظافه. فكرة اني انا شايفة الصندوق قدامي ممكن يكون فاضي وارمي جنبه دي كارثة، بنروح لغاية عنده ونرمي جنبه. او نرمي جنبه، طب الصندوق قدامك. فثقافة النظافة بتغيب كتير عن عقول من الشعب المصري للأسف الشديد. فهي الفكرة بالتوازي ما بين جهود الدولة وما بين ثقافة الشعب. طيب يعني يمكن بقى ننتقل للاخبار المحمسه شويه، بدل محمسه بنتكلم في الرياضه والملاعب وماذا يحدث. طبعا المنتخب المصري يفوز، المنتخب يهزم سويسرلاند 4-1 وينتظر تاهل في اللقاء العوده، بنقول ان هي في رباعيه في الشوط الاول. تفاصيل هذا اللقاء يعني عن الماتشات والكوره حيث ان كده سريعا. من اللقاءات اللي كانت مفرحه جدا بالنسبه لنا امبارح، وزي ما بيقولوا كده كانت مباراه من طرف واحد، احنا كنا بنلعب مع نفسنا تقريبا 4-1 شوط يعني كان ممكن كان ممكن تبقى أكتر من 4-1. إحنا شوية في الشوط الثاني هم كان في دفاع شوية منهم وإحنا كان في أخطاء وكان في فرص كتير ضاعت مننا. طبعا هو منتخب سويسرلاند من المنتخبات الضعيفة جدا أفريقيا، يعني تاريخه بيقول لك إنه لم يؤهل للكاس أمم أفريقية ولا الكاس عالم في تاريخه. أقصى حاجة خدها إنه هو تأهل لنصف نهائي كوسوفا، يعني كاس كوسوفا حاجة كده مش مشهورة ولا معروفة يعني. فإحنا يعني كان ممكن نعمل أكتر من كده، لا كان ممكن نتوقع يعني كان ممكن تبقى أكتر من كده، بس إحنا قلنا يلا بقى. هو فعلا يمكن تكملت الخبر إن تراجع بلا مبرر في الشوط الثاني، كنا ممكن نعمل يعني أول شوط بس نعمل 4 أهداف، كان ممكن نعمل ممكن 4 و5 كمان في الشوط الثاني. في الشوط الثاني هذا عن التحليل المباراة، يعني ممكن الناس تبقى مش مبسوطة أوي من النتيجة دي. بس كويس 4-1 برضو من اللقاءات بتهيألي القوية. طيب خلينا ناخد هذا الخبر الأخير مع حضرتك النهاردة، وهو عن شخص أمريكي. الخبر بيقول في اليوم السابع العبد لله مسك الحديد تنان، ده يعني المنشط أو يعني شكل من الأخبار. الشوك والمعالق والسكاكين مش للأكل بس، مات ويلسون فنان أمريكي يعيد تدوير أدوات الطعام إلى عصافير وغزلان وغربان وكائنات بحرية ويبيع أعماله على مواقع إلكترونية. عن هذا الفكر الحقيقة جميل جدا هذا الشخص، وكان بيعمل هي فكرة رائعة بتاخدنا لفكرة التدوير، إعادة تدوير الأشياء سواء بقى كانت من القمامة أو الأدوات القديمة أو ما إلى ذلك. ويلسون ده شاب صغير كان شغال لحام، يعني عامل لحام. وجات له الفكرة من أن والده كان بيديله أدوات المائدة اللي القديمة عشان يستفيد بيها في شغله، فجي في مرة حط الملاعق بشكل معين. بصدح أنه فنان برضو يعني فنان عنده حس فني عنده حس فني، مش أي حد طبعا يقدر، عنده موهبة. فحط الملاعق بشكل معين فأخدت شكل طائر، فجات له الفكرة طب أنا ليه ما حولش هذه الأدوات إلى أشكال جميلة. يعني في الحقيقة أنا شفت الصور رائعة، يعني ما تقولش أبدا أن دي كانت أدوات مائدة قديمة. على فكرة إحنا عندنا في مصر مواهب كتير جدا،
مواهب مدفونة ومحتاجة حد يدعمها ومحتاجة حد يشهرها ويطلعها على السطح، بس للأسف الشديد مدفونة زي ما قلت. لا بس الأعمال اليدوية فعلا حاجة من الحاجات الرائعة، ومصر رائدة كمان فيها، كمان بيقدروا يعملوا حاجات يعني مصر جداً. طبعا مصر رائدة فيها، خصوصا الأعمال اليدوية والكروشيه والمفارش والحاجات دي. لا مصر رائدة فيها طبعا، وإحنا بنطلع بره بنعمل معارض بره في دول عربية ودول أجنبية كتير. مهم فعلا تطوير هذه الصناعة وهذا السوق بشكل عام. بشكر جدا أستاذ سمية عبد المنعم، شرفتينا، والحقيقة حاولنا نغطي يعني الأكثر يعني أهمية في المنشطات الموجودة في جرائد اليوم. بشكرك لكم معنا مرة تانية، ويا رب يعني مصر تكون دائما في ملفاتها وفي أخبارها مفرحة، وتدينا بهجة كده في أول اليوم. أستاذ سمية عبد المنعم الكاتبة الصحفية بجريدة الوفد، بشكرك مرة تانية بوجودك معنا. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهاردة لصباح النور. نرجو أن تكونوا استمتعتوا أو سعدتوا بمشاهدة هذه البرامج أو هذه الفقرات لصباح اليوم في هذا اليوم. ندعوكم لحلقة قادمة يوم الاثنين القادم وفريق عمل آخر، وصباح النور عليكم.